افتتح وزير التجارة والصناعة يرافقه محافظة أسوان والوادي الجديد فعاليات المهرجان الدولي السادس للتمور بمحافظة أسوان. يضم المعرض 74 جناحا ويشارك به 114 عارضا يمثلون 10 محافظات مصرية وأربعة دول عربية، إلى جانب مشاركة أكثر من 80 من كبار المشترين والمصدرين. لأول مرة خارج محافظة مطروح يتم تنظيم مهرجان التمور بالتعاون مع جائزة خليفة لنخيل التمور بالإمارات. النسخة السادسة من المهرجان تم تنظيمها بمحافظة أسوان، حيث بدأت الفعاليات بتوزيع الجوائز على 9 متسابقين من 10 محافظات من أصل 204 متسابقين في مجالات متعددة، أبرزها أقوى التمور وأحسن مزرعة للتمور بواقع 20,000 جنيه لكل فئة. احنا في عندنا 2.2 مليون شجره نخله تم زراعتها خلال الفتره القادمه، واحنا عايزين نقول ان منطقه توشكا لوحديها يمكن حولت مصر من بتستهدف زراعه التمور، الا انها اصبحت من الدوله الاولى حاليا انتاج. فاحنا الحمد لله بنقول ان مستوى الزراعات اللي بتتم داخل الدولة المصرية تحقق اكتفاء ذاتي. احنا مزرعة فيها حوالي 50,000 نخلة، والمستهدف ان شاء الله في خلال سنتين نكمل 100,000 نخلة. عندنا الاصناف المحلية زي البرحي، والاصناف التصدرية زي المجدول والصقعي والخضري والخلاص والسكري والهلالية. محافظة اسوان منتجة للبلح السكوتي والبرثمودة والجنديلة، ودول والملكابي دول من اجود انواع البلح، في يعتبر مش في اسوان ولا في مصر، في العالم. بس ما فيش ان شاء الله كده يبقى في فرصه للتصدير وفرصه لكل حي ان شاء الله. وبالنسبه لاسعار البلح تتراوح من الكيلو، تتراوح من 20 جنيه الى 40 جنيه. عقب ذلك توجه وزير التجارة والصناعة ومحافظة أسوان والوادي الجديد لزرع إحدى شتلات النخيل بالمهرجان. عقب ذلك تم الافتتاح الرسمي للنسخة السادسة من مهرجان التمور بمشاركة 214 عارضا في نحو 74 جناحا. الانتهاء من تأهيل كل من مجمع تمور محافظة الوادي الجديد، مصنع تمور سيوة الحكومي بمحافظة مطروح، إنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة، تأهيل 160 مزرعة بسيوة للحصول على شهادات الزراعة والعضوية تنظيم 5 دورات من المهرجان الدولي للتمور المصرية، ودعم ومشاركة ممثلي مصانع التمور المصرية بالمعارض والمهرجانات الدولية، قيام مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بتقديم الدعم الفني والاستشارات الفنية ونقل التكنولوجيا الحديثة. ويصل عدد المنشآت العاملة في مجال تصنيع وتعبئة التمور حوالي 140 مصنعا، كما يصل عدد مصدر التمور نحو 24 مصدرا. على ضفاف النيل الخالد، ولأول مرة يتم تنظيم مهرجان التمور بمحافظة أسوان، ليتم الانتقال بالمحافظة من مرحلة الانتاج إلى مرحلة التصنيع والتصدير. من محافظة أسوان، أشرف مبارك، التلفزيون المصري.